مين فيكوا ليلى ولا ملك اللي ما بيتبلش بقها فولة؟ والله انت، والله انت، وغلبانه غلبانه جدا، غلبانه غلب اللي هو هو ممكن مرتيبه فعلا، اللي هو انا ارتحت لك قوي يا استاذه منى، انا هحكي لك قصه حياتي كلها بقى، فاهمه ملك كده؟ ايوه فعلا وانا ساعات والله، بس ملك. طيب مين فيكوا دراما كوين؟ ملك طبعا. ملك دي عن جداره. يعني العياط عندي زي ما قلت لحضرتك يا استاذه منى، اي حاجه انا اعيط، اي حاجه عيط زي الاكل كده، حاسه اني متضايقه شويه ومشغله فيلم بقى، واقعد بقى انهار معاه، بعرفه ان هو هيعيطني واروح مشغلاه. انت عايزه المود ده. مين فيكم بتقعد قدام المرايه بالساعات؟ لا ليلى. لا دي لولا. ليلى. قد ايه؟ مش ممكن، مش ممكن. وكمية التصوير اللي بتتصوره، أنا ممكن افتح لك موبايلها مثلا يبقى عندها من الصورة الواحدة، لا والله نفس البوز، انا مش شايفة فرق، 60 صورة ليه يا حبيبتي؟ وبتنزل السوبر ماركت تتشيك وهي نازلة السوبر ماركت. لا انا اي حتة بنزلها بتشيك بصراحة غصب عني، يعني هي دايما تقولي انت رايحة فين، بقول لها عادي نازلة، انا بخش اقول لها هو في حاجة النهاردة خروجة ولا حاجة، تقولي لا نازلة السوبر ماركت، لا طيب ربنا معاكي بقى مجنون. ساعات فيلم باهم، وساعات بيبقى عندي مود اللي هو انا نازلة بالبيجاما واللي يتكلم يتكلم، ساعات والله ما عملتها قبل كده، كتر خيرك والله، انا عملتها بالبيجاما يا استاذه منى. بتقعدي بالساعات قدام المرايه؟ ساعات بقعد مثلا ممكن امثل قدام المرايه، بشوف وشي بس بيعمل ايه. وساعات بقعد اغني قدام المرايه، وعملت ميك اب توتوريالز والله، وبقعد بقى احط ميك اب ساعات كده وامسحه واقعد يعني كده. هايله. مين فيكو مدمنه شراء؟ يا نهار ابيض طبعا انا، ده انا ماليش فيه خالص، انا بروح المول بتخنق اصلا، ومشوني بقى هتشوف فين الكرسي واقعد تيتا. لكن ليلى فراشه ما شاء الله، بتلف المول ممكن تقعد 3 ايام عادي. بعشق الشوبينج، انا خاربه بيت بابي وبيتي وبيت مال، يعني خاربه بيتنا كلنا الحمد لله. بتعشق الشوبينج. مين فيكو بتحب النم زي عينيها؟ احنا الاثنين والله العظيم. ننمين نقعد مع بعض بالليل، مش لدرجه وحشه، بس لا مش بنقعد نهزر كده، بيضحكني بصراحه. مين فيكو بترغي في التليفون بالساعات؟ ملك انا ما بستحملش، ما اعرفش تعمل كده ازاي. ايوه انا بحب التليفون قوي. ملك. مين فيكو متخيله ممكن تعمل دراسات عليا؟ طبعا. ممكن الدكتوره بتاعتي. انت مستحيل. لا طبعا مستحيل، انا عايزه اتخرج حالا، يعني بحب الجامعه وبحب دكاترتي جدا 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 واصحابي والجامعه وكل حاجه، بس انا عايزه اتخرج حالا، يعني انا دخلت اول يوم، هي يا جماعه هنتخرج امتى بقى؟ خلاص بقى مش كفايه كده؟ لا عايز اتخرج بجد.